إليكم بعض التعديلات البسيطة لكي تنقص وزنك دون اتباع حمية، والتي ستساعدكم على خفض 500 سعر حراري يومياً، والذي يضمن لكم خسارة نصف كيلو في الأسبوع الواحد. نعم، نصف كيلو دون أن تشعر، إنها أسهل مما تعتقد. كثير من الناس يتناولون وجبة خفيفة أو اثنتين بين الوجبات، فقط تأكد من اختيار وجبات ذات سعرات حرارية أقل ولا تحتاج إلى أي تحضير مسبق. بدل كيس من رقائق التورتيلا بنكهة الجبن 425 سعر حراري، اختر كوباً من البوشار 30 سعر حراري. بدل من ساندويتش جبن الحلوم 350 سعر حراري، اختر تفاحة صغيرة 60 سعر حراري. لا تحرم نفسك مما تحب، وتناول الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية مرة واحدة في اليوم، مثل البسكويت والكوكيز والدونت في الصباح، أو الشوكولاتة والشيبس بعد الغداء، أو كيكة الشوكولاتة بعد العشاء. ستوفر 250 إلى 350 سعر حراري أو أكثر، ثم قم بالمشي لحرق 150 سعرة حرارية أخرى. يمكنك المشي لمدة 40 دقيقة بعد الغداء أو العشاء، وهيك بتخسر 500 سعر حراري بسهولة. نعم، عندما تشرب الصودا فإنك تشرب السعرات بلا توقف، فعلبة الصودا العادية حوالي 150 سعر حراري، ويمكن مج من قهوة لاتيه أن تحتوي على 250 سعر حراري أو أكثر. حتى عصائر الفاكهة تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، ما يصل إلى 400 سعر حراري. يمكن لزوجين من المشروبات الحلوة يومياً أن تقوم بإضافة 500 سعر حراري أو أكثر دون أن تشعر. اختر الماء أو المياه الفوارة أو القهوة أو الشاي الأسود بدلاً من ذلك، واحفظ السعرات الحرارية للأطعمة التي ستساعدك على الشعور بالشبع بدلاً من هذه المشروبات. ولا تنسى الشاي الأخضر، أثبتت دراسات شرب 3 إلى 5 أكواب من الشاي الأخضر يومياً يساعدك على تنزيل نصف كيلو إلى كيلو أسبوعياً. أوقف التفكير والتردد، فهذا سيساعدك ألا تضيف سعرات حرارية أكثر. فمن السهل عليك أن تملأ صحنك عندما يصبح فارغاً، وخصوصاً إذا كنت مع العائلة. ولكن بدلاً من ذلك، املأ الطبق مرة واحدة وكن حاسماً، ولا تفكر اللحظة بأن تملأ مرة أخرى. إذا كنت غير قادر، فاملأ صحنك من الخضروات أو الفواكه أو السلطة. معظم المطاعم تقدم الطعام بأحجام أكبر بكثير من أحجام الوجبات الموصى بها. بدلاً من أن تتناول وجبة بأكملها، اطلب من المطعم أن تأخذ نصف الوجبة دليفري، وتناول المقبلات وصحن السلطة كبير. يضيف قلي الطعام الكثير من السعرات الحرارية الغير صحية والدهون المشبعة إلى أي طبق. بدلاً من الدجاج المقلي أو السمك، اختر المشوي أو المسلوق. والبطاطا المقلية يمكن أن تضيف 500 سعر حراري إلى وجبتك، لذا بدلاً من ذلك استبدلها بالخضار أو سلطة جانبية. بدل من البيتزا السميكة وشرائح اللحم والجبن الزائد، اختر بيتزا الخضار الرقيقة التي ستوفر أكثر من 500 سعر حراري. استخدم طبق أو وعاء لتقدير كميات طعامك، فتناول وجبة من كيس أو علبة يجعلك تأكل أكثر، خصوصاً إذا كنت تجلس أمام التلفاز أو أي شاشة. كيس كبير من الشيبس يمكن أن يضيف أكثر من 1000 سعر حراري إلى طعامك دون أن تشعر، لذا بدلاً من ذلك ضع جزءاً منه في صحن واجعل الباقي بعيداً عنك.